الثورة الجزائرية ودعم مصر للثورة الجزائرية واستقلال الجزائر سنة 1962. يعني دايما كان هناك ما يميز هذه العلاقة بين البلدين، لدرجة ان انا اقول لك مثلا من اغرب الحكايات ان انا سمعت مرة من مسؤول مصري كان مرحب الرئيس الجزائري، قال له تعرف ان المسلسل المصري لما يتعرض في الجزائر انه لو في واحد حرامي عايز يسرق اي بيت ما يقدرش يسرقه الا اثناء عرض المسلسل المصري على تلفزيون الجزائر، الناس مشغولة بيه لان كل البيت قاعد متحلق او قاعد ومركز على التلفزيون ومشاهد المسلسل المصري ولا ينتبه الى شيء الى اي شيء اخر، ولذلك اي حد عايز يسرق اي بيت، ده كلام يعني الرئيس الجزائري نفسه بيقوله المسؤول المصري هو حكاه له شخصيا، يستطيع ان يعمل ده اثناء عرض المسلسل المصري. يبين لك قد ايه تاثير اولا الفن المصري، وده كان تاثير بقى في العالم العربي مش في الجزائر، القوى الناعمه، القوى الناعمه يعني، وتأثير كمان استقبال الجزائريين الإخوة الجزائريين للمسلسل المصري والفن المصري عموما، فالعلاقة لها أرضية كبيرة جدا وأرضية قوية قايمة عليها. حديثا بقى أو في الوقت الحالي إحنا عارفين إنه يعني كانت أول مبادرة عربية أو حتى المبادرة العربية الوحيدة التي طرحت في موضوع سد النهضة كان من جانب الجزائر. والجزائر وزير الخارجية السابق جاء إلى القاهرة وراح الخرطوم وراح أديس أبابا وقدم مبادرة لحل موضوع سد النهضة، وده كان جهد مشكور طبعا للجزائريين، لولا انه التعنت الاثيوبي المعتاد ما اداش الى انه المبادرة يكون لها اثرها على الارض. ده ايضا على مستوى العمل في افريقيا، يعني مصر مهتمة زي ما حضرتك عارف بدورها في القارة السمراء، دورها في ان هي تهتم بالقضايا الافريقية بشكل عام. الجزائر لها نفوذ في القارة ولها سطوة، والتواصل ما بين مصر والجزائر دائما ما يخدم القضايا الأفريقية بشكل خاص، لأن أفريقيا الآن هي محط أنظار العالم كله وهناك سباق عليها من القوى الكبرى، ومن الضروري أنه الدول الأفريقية نفسها تبقى عارفة قيمة ما عندها وتبقى عارفة قضاياها وتعرف تتعامل معها إزاي. وأظن في هذا الإطار على بعضه نقدر نفهم هذا الاتصال بين الرئيس السيسي وبين الرئيس الجزائري. وأيضا بما أن حضرتك أشرت إلى أنه بعد بكرة في قمة دول الجوار مع السودان، هي قمة مرتقبة الحقيقة. طبعا الناس مستنياها، وطبيعي أنه كل دول الجوار اللي مع السودان دول أفريقية، فالتنسيق الأفريقي الإفريقي بين مصر والجزائر قطعا يخدم هذا الموضوع، لأنه يعني امبارح ما اعرفش مين كتب عن الوضع في السودان وقال نحن امام انتحار دوله، يعني تصور ما في شخص احيانا ينتحر يعني يموت نفسه، فانت قدام دوله بتنتحر لانه قوات الجيش وقوات الدعم السريع بتتقاتل من 15 ابريل اللي فات، وكلاهما كل طرف يعني يريد يعني بيواصل القتال وفي ذهنه أن يقضي على الطرف الآخر. والله يا أستاذ سليمان لا السودان ولا أهله يستحق ما يحدث خالص تماما، يعني عارف حقيقة. يعني لأنه في النهاية قبل ما طرف يقضي على طرف هيكون قضى على السودان طبعا، يعني الطرف الذي سيقضى عليه مش ده ولا ده، السودان نفسه. وانت لما تشوف الحكايات والروايات اللي الواحد يتابعها كل يوم الحقيقة الواحد يحزن حزن بالغ على أنه يصل الحال بالسودان إلى هذا الحد، يعني أنه يبقى السودانيين يضافوا كشعب ما هو معروف عنهم منطقتهم وسماحتهم الى شعب من او الى شعوب مسلمين امرهم مسلمين، يبقى في منهم مشردين ولاجئين وبتاع، ويبقى وبعدين الوقت الوضع كمان في السودان بلغ يعني بدا يوصل درجه يعني اخطر، لانه في بعض القبائل وده نشر في الايام اللي فاتت في اقليم دارفور اعلنت انها ستنضم الى قوات الدعم السريع. طبعا ده بداية خطرة جدا لابد أن يوضع لها حد. قبلها بأيام في ولاية جنوب كردفان تعرض موقع للجيش السوداني لاعتداء من جانب الحركة الشعبية لتحرير السودان، طبعا أصبح يعني بس التحرك ده يا أستاذ سليمان مش غريب شوية؟ أن في بعض الناس بتنضم من دارفور لقوات الدعم السريع، غريب جدا لأنه ده أصلا كانت هي مكلفة بإدارة الصراع في هذه المنطقة.
اللي هي قوات الدعم. طبعا طبعا كانت زمان لما كانت اسمها قوات الجويد. فازاي التركيبه دي ممكن تحصل او ازاي الفكره ده ممكن يتغير؟ لانه هناك يعني كلام يعني يقال هامسن زي بيتقال انه عن ان في رغبه في ان يستقل اقليم دارفور زي جنوب السودان دوله لوحده. فهل هذه هي بدايات ومقدمات؟ هذا موضوع يعني في غايه الخطر. واعتقد ان مصر لن يعني تقصر في بذل اي جهد في وقف هذا الموضوع لانه ده الاقليم ده حتى لو استقل هيكون ده لو فرضا بقى دوله هيكون دوله حبيسه لا يملك من مقاومات الدوله اي شيء. طبعا ده ما يبقى مزنوق جوه كده. جنوب السودان نفسه يعني ما زال بيعاني. يعني لا وكمان بعد ما بعد طبعا عمليه الاستفتاء على الانفصال اللي كانت حصلت قبل كده كان استفتاء صحيح. شعبي يعني ولكن يعني لم يرتقي لطموحات مواطنيه حتى الان. يعني شوف استاذ هشام يعني انت لما ترجع لاستقلال جنوب السودان سنه 2011 وتشوف ان جون كارنك مثلا اللي هو كان جون جارنج اللي هو كان يعني متزعم الحركه في جنوب السودان. هذا الرجل كان بيدعو الى ان الى سودان موحد ولم يكن ابدا يدعو الى ان ينفصل جنوب السودان عن السودان ولذلك قتل. يعني لما تشوف ده لما سقطت بيه الطائره المروحيه الطائره سقطت بيه هو جاي من اوغندا ولا حاجه زي كده. ف ما تعرفش هو الطياره وقعت ما تعرفش ايه اللي وراها. لكن المساله انه تبص بقى في تاريخ هذا الشخص ان هو كان رايه المعلن انه ضد ان ينفصل جنوب السودان وان يظل السودان بلدا واحدا وان يكون السودان موحد لكل السودانيين بغض النظر عن لونهم ولا لغتهم ولا ديانتهم. ولذلك اعتقد انه انا قريت كتاب عنه وعن حياته انه قتله او التخلص منه كان لان هناك قوه اخرى تريد ان ينفصل جنوب السودان في ذلك الوقت. فالان يعني مصر اعتقد وهي بتدعو الى المؤتمر اللي هو بعد بكره الدول الجوار مع السودان تعمل على سد الطريق على هذا الموضوع لانه السودان او ما تبقى من السودان بعد انفصال جنوبه لا يحتمل ان هو نجد دوله ثالثه في السودان. ده اضعاف للسودان نفسه كدوله واضعاف للعالم العربي باعتبار السودان دوله عربيه واضعاف للقوة في المنطقة.